بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الف 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 مبروك للاخوه الجزائريين بالفوز بكاس العرب للمره الاولى في تاريخهم، وهارد لك للاخوه التوانسه. مباراه جميله جدا، مباراه تعبر عن الكوره بتاعت شمال افريقيا عامله ازاي. مباراه كان فيها رتم سريع جدا، مباراه منتخب تونس قدم فيها جيم مميز جدا. شوط اول لمنتخب تونس انا ما اتفرجتش عليه من سنين لمنتخب تونس. منتخب تونس كان عنده روح وحماس وكوره جميله وفرص بتضيعها على مرمى رئيس مبولحي. تلت ساعه منتخب تونس كان عامل الكوره من الكتاب بصراحه، لحد ما قعدت ابص كده، هو ده منزل الكباير ولا في حاجه غلط؟ بجد المنتخب التونسي بيقدم مباراه كويسه جدا، والمنتخب الجزائري كلنا عارفين ان الموضوع بتاع اللياقه البدنيه خلاص، اللعيبه شطبت حرفيا، اللعيبه واقفه كده حلاوه روح. بجد والله لعيبه المنتخب الجزائري واقفين في الملعب كده حلاوه روح. يوسف البلالي بيحاول على قد ما يقدر، ياسين ابراهيم بيحاول على قد ما بيقدر، بغداد بيحاول، طيب مزياني بيضيع كره في الدقيقه 21 ما تضيعش اساسا، تقعد تبص كده واضح ان الكره مخبيه لنا حاجه، وشكله كده هيعملها السيد منزل الكبير ويجيب اول بطوله غايبه بعيد عن تونس من ساعه ما تونس ما خدت كاس الامم الافريقيه في 2004، وتونس بعيد على كل البطولات. فسبحان الله يوم ما يتوجوا ببطوله يتوجوا ببطوله عن طريق منزل الكبير. تقعد تبص كده في شويه لوغاريتمات، الجزائر الكره مش ماشيه معاها في المرتدات، لا منتخب تونس شكله يعملها ولا ايه؟ عشان تيجي الشوط الثاني تبص كده منزل الكبير رجع رجاله ورا، هو ده منزل الكبير اللي انا عارفه، هو ذيس از منزل الكبير اللي انا عارفه. جمهور الزمالك بقاله شهر حرفيا من اول البطوله بدات يقول لك هو ده سيف الجزيري ابننا، هو ده سيف ابننا، ده سيف ده بسم الله ما شاء الله متعلق، ده هداف البطوله. والمره الوحيده اللي امنوا فيها بسيف الجزيري، المره الوحيده اللي قال لك سيف ده ما بيضيعش وقال لك افضل مهاجم في البطوله، الواد بسم الله ما شاء الله رجع نسخه الزمالك. سيف الجزيري قدم اسوء مباراه لي من اول بطوله بدات، ضيع كورتين لو سيف الدين الجزيري ما اتحطش عليه كان ممكن يكون ربنا كرمه ومسجل والمنتخب التونسي كسب. بس لا لا لحظه، ده ما يمنعش برضه ان الجزائر قدمت مباراه محترمه جدا الشوط الثاني. الجزائر قدمت مباراه محترمه جدا لما السيد منزل الكبير قرر ان هو يدخل الجزائر في الجيم ويرجع انا بعد المجبر يعمل ادوار دفاعيه مع دراجر قدام يوسف البلايلي اللي هو عاش جدا، تراك ولا دخلتهم في الماتش تاني. غير اساسا مجيد بجرة للامانه كان هايب اللقاء الشوط الاول، والشوط التاني عرف يتعامل كويس جدا مع اللعيبه وعرف يرجع اللعيبه من غرف الملابس بروح جديده. الروح الجديده دي خلت الجزائر تكون اقرب للفوز الشوط التاني، خلت الجزائر تكون اقرب للحسم الشوط التاني، برغم ان المنتخب التونسي زي ما قلت لك كان قادر ان هو يخلص الشوط الاول، بس الشوط التاني المنتخب الجزائري كان قادر ان هو يخلص. والاكسترا تايم برضه المنتخب الجزائري كان قادر ان هو يخش في الجيم بعد تغيير امير سعيود، امير سعيود اللي بينزل مكان طيب مزيان اللي ضيع كوره اللقاء بالنسبه لي، وكانت ممكن تخلص الدنيا بدري بدري. امير سعيد بينزل انا عمال اقول يا رب يا امير تسجل، يا رب يا امير تسجل، يا رب يا امير تسجل. في كوره جت لامير سعيد كده قبل الهدف في الدقيقه 97، امير سعيد قعد يعدل له يا امير شكلك مش هتعملها ولا يا امير؟ لا لا حرام عليك يا امير، يا امير شوت يا امير، يا امير شوت يا حبيبي، عشان خاطر يجي امير ويشوت بفعل. هو ده امير سعيد، هو ده التحديث الجديد اللي كان نفسنا يكون موجود عندنا في النادي الاهلي. امير سعيد بيجيب هدف عالمي 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 عالمي، تقريبا خد التريد مارك بتاع يوسف البلالي وحطها كده وحطها في المكان اللي بيسكن فيه الشيطان بالنسبه لمعز حسن. هو معز حسن لو في ثلاجه اتشرط عليها تخش، بس للامانه بتاعت ربنا الكره كانت صعبه. هو فكر ياخد التراي، بس التراي ما فكرش ان هو يطلع معاه، يعني معز حسن وقف ولسه هيعمل كده الكره دخلت، اللي هو عاش سعيد عاش 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 عاش. وبعدين التغيير بتاع دراوي برده ما كان مرزوقي كانت محترمه جدا، مرزوقي كان خلاص جاب جاز ودراوي نزل قفل مع بن دكه، وبعد كده تقعد تبص المنتخب التونسي خلاص بقى علي معلول ينزل ويلا يا جماعه نعيم السليطه هيفضل برده زايد في الادوار الهجوميه لحد ما يلا يا جماعه نحاول اللي هو غيرنا بقى. نسيت اقول لك ان هو كالعاده يعني اول تغيير لي بيغير حنا بعد المجبري عادي، يعني بالنسبه له كده كده حنا بعد لسه عيل صغير، واول تغيير ارميه على الدكه الموضوع سهل. نادي سعد الجير مكان فرجاني، ومحمد علي برمضان كان هو منزل في دقيقه 88 زي ما اتكلمنا، ونزل فراس بالعربي اللي برده شاط تصويبه خطيره جدا على مرمى رئيس مبولحي. رئيس مبولحي اللي تصدى لواحده من محمد علي برمضان بتقول ان رئيس مبولحي يا جماعه الراجل ده في عز المواقف اللي بتكون قويه على مرمى المنتخب الجزائري بيكون حاضر، الكرات الخطيره بيكون حاضر فيها. فندي الشوت اوت لرئيس مبولحي، ندي الشوت اوت لمجيد بوجره، ندي الشوت اوت للعيب الكبير جدا ياسين ابراهيمي اللي في اخر دقيقه معز حسن قرر ان هو يطلع يلعب في الكره اللي على دماغه اللي هو سبحان الله تيجي انت تحلها من تحت بقى، روح يا عم معز. جمال بلعب بيطلع ياسين ابراهيم بياخد السبرنت من قبل نص ملعب منتخب الجزائر لحد خط 18 بتاع المنتخب التونسي عشان يسجل الهدف الثاني ويخلصها.
عاش جدا 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 رجاله على الحماس، عاش جدا على الروح، عاش جدا على الاراده، عاش جدا على تحيا الجزائر، عاش جدا على كل حاجه انتوا حاطينها في القلب. بالنسبه لكم العقليه اللي انا كنت بتكلم عليها قبل البطوله، ان المنتخب الجزائري رايح ياخد بطوله، فعلا المنتخب الجزائري اثبت لنا النهارده ان حتى وانا مش قادر بدنيا ولا فنيا، بعاني علشان خاطر بدنيا مش قادر اقف على رجلي، مع ذلك روحي وارادتي وحماسي بيقدروا ان هم يخلوني اطلع من المباراه وانا بطل العرب. انا برضو عارف ان المنتخب الجزائري جاي هنا بالفريق الرديف او جاي هنا بخمس لعيبه، بس الناحيه الثانيه المنتخب التونسي فول تيم. المنتخب التونسي ما كانش ناقصه غير واحد الخارجي حرفيا، هو وعيسى العيدوني. بس احنا مش جايين نتكلم على النواقص، احنا جايين نتكلم على ان الفريقين قدموا مباراه عظيمه جدا 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 في حق كوره شمال افريقيا، اي كورتنا احنا كعرب شمال افريقيا. مباراه جميله جدا، بطوله جميله جدا، نتمنى ان هي تتكرر تاني. مباراه وبطوله افادت كتير جدا بالنسبه لنا، مباراه وبطوله كانت كويسه في وقت كويس جدا بالنسبه لنا كوطن عربي. اتمنى من الله ان هي تتكرر تاني، اتمنى من الله روح المحبه تفضل سايده في وسط العالم العربي. الف 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 مبروك للاخوه الجزائريين، بطل افريقيا، بطل كاس العرب، المرشح الاول لبطوله افريقيا 2022 في الكاميرون. مش بنحسب بقى يا معلم، انا كنت قلت ان المنتخب الجزائري بالنسبه لي هو المرشح الاول للانتصار، المنتخب الجزائري هو اللي كسب النهارده. فمعلش يابا، ادينا احلى لايك واحلى سبسكرايب معلش، ولو عايز تشتم في الكومنتات فبراحتك يا برو، بس تذكر دايما ان انت البطل، والبطل بيسيب اي كلام سلبي ما بيعجبوش.